السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة سهلة جدا وسريعة وكمان لذيذة. الدجاج مع الخضار والأرز هنطبخه كله في إناء واحد، يوفر علينا بقى أواني وإن شاء الله كمان يعجبك. يلا نتابع الوصفة. أول حاجة هعملها إني هشوي الخضار. أنا عندي هنا خضار مقطعة كبير، عندي بطاطس وجزر وبطاطا حلوة وبصل، طبعا أي خضار تاني أنتي بتحبيه ممكن تضيفيه. هنبتدي بقى نتبله، نحط الملح والفلفل الأسود وشوية من الكمون، ثوم باودر وبصل باودر وشوية بقى من الزيت، ممكن زيت نباتي أو زيتون اللي تحبيه، وهنقلبه. أنا هشويه في القلاية الهوائية الكهربائية، لو انتي ما عندكيش أو مش متوفرة ممكن تحطيه في صينية وتشويه في الفرن عادي أو حتى على الجريل من فوق، لكن تحريص انك تشويه نص شوية عشان طبعا لسه هيكمل السوا بتاعه مع الرز والدجاج. كده خلاص هبتدي اشويه ونرجع. تاني حاجة هشتغل فيها هي الدجاج، هبتدي برضو اتبله بالملح والفلفل الاسود وبصل بودر وثوم بودر وشوية كده من البابريكا، بيديها اللون حلو لما تيجي تتحمر. هنقلبها كويس، نوزع التوابل كويس فيها. انا هستخدم هنا افخاذ دجاج، لو انت عايزه تستخدمي اي جزء تاني يعني براحتك. هنبتدي بقى نحمر الدجاج. انا حطيت هنا الاناء اللي هستخدمه على النار، انا هستخدم يعني اناء للطبخ بس مش عميق قوي عشان هقدم فيه. هبتدي احط زيت، وطبعا نطمن انها سخنه جدا علشان الدجاج يحتفظ بالعصاره بتاعته وما ينشفش معانا. هنبتدي نحط بقى الدجاج كده على الناحية اللي فيها الجلد الأول. أنا مش هزحم الطاسة قوي أو الحلة بتاعتي علشان يعني الدجاج يتحمر كويس. هنحمره كويس من ناحيتين وبعدين نكمل الوصفة بتاعتنا. كده خلاص الدجاج بتاعي اتحمر وجاهز، وكمان الخضار اتشوى. هنبتدي بقى نعمل الأرز. أنا هنا مكان الدجاج مسحت بس شوية عشان أقلل من الدهون اللي نزلت من الدجاج. هنبتدي نحط زبدة، وهحط الرز بتاعي. يفضل تستخدمي رز طويل الحبة زي البسمتي مثلا، او ممكن كمان الارز الامريكي، يعني مفضلش اول الارز المصري عشان ما يعجنش في الوصفة دي، لكن برضو الموضوع يعني راجع عليكي. انا استخدمت هنا 2 كوباية من الارز، هبتدي اشوحها كده مع الزبدة. هنستنى طبعا شوية كده لما الأرز يسخن معانا. أنا هضيف هنا مجموعة من التوابل الصحيحة بتديله ريحة وطعم حلو. هنحط ورق لوري وقطعة كده من القرفة الخشب وحبهان وكمان قرنفل أو المسمار، وهنشوحها كده مع بعض. أنا كمان بحب أحط كركم في الوصفة دي، بحب الرز يطلع لونه أصفر شوية، وأحط كمان شوية من الكاري يديله برضو ريحة وطعم حلو. وبعدين هضيف اخر حاجه معلقه صغيره من صلصه الطماطم او معجون الطماطم، ممكن تضيفي كمان طماطم متقطعه صغيره لو تحبي، بس انا بحس ان الصلصه هنا يعني بتدي لون حلو وفي نفس الوقت ما تديش بقى القطع الطماطم كده، برضو بتدي لون حلو للارز. هنقلبها كده كويس ونسيب بقى الرز يسخن كويس معانا قبل ما نضيف له المرق. كده الارز بتاعنا سخن كويس واتشوح، هبتدي اضيف له بقى مرقه الدجاج. انا طبعا مظبطه الملح، المرقه عندي مالحه شويه، انتي طبعا تظبطي ملح الرز. وهبتدي اضيف الدجاج فوق الارز، وهضيف القطعه التانيه. هو الاناء عندي مش كبير قوي فانا هكتفي ب4 قطع بس، عشان كمان طبعا لسه هحط الخضار. هنبتدي بقى نضيف الخضار بتاعنا، ممكن كمان لو تحبي الخضار ما تضيفوش كله، ممكن تحتفظي بجزء تكملي الشواية في الفرن او في القلاية بحيث يتقدم جنب الطبق. هوزع بقى بقية الخضار كله ونرجع نشوف هنعمل ايه.
انا كده حطيت الخضار، هبتدي اضيف بس شوية مية عشان اتأكد طبعا ان الارز يستوي معايا. وفي المرحلة دي بقى عندك اختيارين للتسوية، ممكن تسويها على النار فوق عادي لمدة نص ساعة زي الارز، او ممكن تغطيها زي ما انا هعمل وادخلها الفرن، لكن طبعا تحرصي ان الاناء يكون كله ستانلس بحيث ما يبوظ في الفرن. هندخلها الفرن بقى ونرجع نقدمها مع بعض. طبق الدجاج مع الخضار والارز بتاعي جاهز، قعد تقريبا في الفرن نص ساعة، وفي اخر دقيقتين كشفت الغطا وحمرت وشه شوية. طبق لذيذ وشهي وكمان سهل وسريع، ممكن تقدميه جنبه شوربة بس وسلطة ويبقى كده الوجبة جاهزة. يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتك وتجربيها وتقولي لي ايه رأيك في التعليقات، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني، وياريت ما تنسينيش من لايك ومن تعليق كمان حلو منك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.